تنال المادة بشكل منسق، وإذا نسي إشي بفوت على الفيديو بشوف أنا إيش بدي منه، بأخذ ورقة العمل وبشتغل عليها لحاله. يعني هو مش التعليم من خلال الفيديو، هو مش راح يتعلم من خلال الفيديو، الفيديو للإرشاد. إذا تاه بروح على الفيديو عشان يعرف شو سوي، مش عارف طب أنا وين أضغط علشان أجيب مربع ولا مستطيل، لكن ما بعرف على البرمجية، أنا عامل له هلب عليها عن طريق فيديو. فهو كل ما يتوه عن شغله شو بيسوي؟ برجع للبرنامج. بتحب تشوفوه؟ هو هاي البرنامج موجود عموما، يعني ممكن نشوفه احنا قدامنا، هاي توجيه الجبرة موجود فري، تنزلوه من النت. شايفين بتقدر من هون انت بالفيو يعني تشيل الاكسس وتشيل الجريد، شايف وتصير صفحة فاضية ما عندي اشي. شوف انا هون مثلا لما اجيب اقول له امسك بوليغون، بوليغون يعني ايش؟ لا مضلع. هذا هو درسنا. بتقدروا تستخدموه كمان انتو عشان ترسموا الاشكال بدل ما تتعبوا انتو ترسموا. هذا بعدين بيقدر يخزنه كصورة للواجب، مش بدك ترسمي، طيب ارسمي فيه، نزلي من النت ورسمي فيه كوبي وتحطيه مع الوورد وخلص بريحك. يعني انه بدل ما انا اقعد ارسم ومش عارف ايش وكذا. كمان في عندي كون شغلي طلع بعد ما رسمت وخلصت، مثلا رسمت شكل طلع كيف، بقدر احركه. هل هذا مضلع؟ طيب هل هذا مضلع؟ هل هذا مضلع؟ هل هذا مضلع؟ لو عملت هيك مضلع، طب تقدر ترسم المضلع جوا دائرة؟ طب ايش بكون شكله هذا المضلع؟ كيف بكون شكله جوا الدائرة؟ يعني ممكن الطالب هنا تسرح معاه كثير، يستكشف اشياء كثير من خلال برمجية مثلا. طبعا هم اللي كان مطلوب منهم انه ايش يسووا، انهم يرسموا مثلا بيت باستخدام هذا الشكل. فممكن يجي مثلا هون يأخذ regular polygon. regular polygon يعني مضلع منتظم، مضلع منتظم. يجي يعمل هيك ثنتين، كم ضلع بدي؟ بدي أربعة. شوف هاي رسم لك إياه مربع، لأنه مضلع منتظم، بس المربع مضلع منتظم. هسه بيقدر هو إيش يسوي فيه؟ يحركه، هاي حركه هيك. طب بدي أجيب دائرة، هاي دوائر، روح راسم دائرة هيك، كبرها يصغرها زي ما بده، وبعدين بيقدر يجي يسوي فيها يحركها، خليها تيجي هون. طبعا تقدر هذول الارقام ما يبينن، في فرج منه بالعربي بصير يكتب بالعربي، يعني كل الارقام والحروف والكذا تطلع بالعربي. يعني مش انا بالنسبه للغه مش قضيه، يعني تقدر تعمل كوبي بيست لاي شيء بدك اياه. فالطالب هون شو تعلم؟ كيف يتعلم مين مضلع مين مش مضلع؟ على نفس البرنامج. يعني برنامج حلو، في منه فيرجن بس للمدارس للأولاد الصغار، مهيئ للأولاد الصغار، في بس أدوات قليلة اللي بيستخدمها الطفل للهندسة بكفي، لأنه هو هذا اسمه جيو من جيومتري وجبرة من الجبرة. فهو عبارة عن برنامج محترف بيشتغل على الجبر والهندسة معا، يستخدم من الصف الأول إلى ما بعد الجامعة، يعني بيستخدموه مختصين الرياضيات. بفيد للكل، بفيد للطالب وبفيد للمعلم. أنا بدل ما أظني أعرض للطلاب عرض، بخلي الطلاب يشتغلوا بديهم على هاي البرمجية، بيتعلموا أكثر. هاي الفكرة من المحاكاة. الآن لو جينا على الوحدة اللي هي وحدة تقويم تعلم وتعليم الرياضيات، خلينا نشوف الوحدة هاي عن ايش بتحكي. اللي مش مهم رقم الوحدة، سادسة سابعة مش مشكلة. المهم احنا نتكلم اليوم عن التقويم. الوحدة هذه ليست جديدة عليكم، يعني انتو مر عليكم مثلا لدرس قياس وتقويم، لدرس مناهج ثانية، بلاقي انه نفس الوحدة قاعدين بنكررها. طبعا التقويم عملية اساسية، يعني من العمليات الاساسية اللي لابد لكل معلم ان يتقنها. شو مقصود بعملية التقويم؟ ايش قصدنا بالتقويم؟ اصدار حكم على مدى تحقق الاهداف او النتاجات التعليمية المقصودة من خلال التدريس. طيب احنا طبعا يعني انت يعني باختصار هيك بلغة سهلة، انت جيت درست الطالب عن المضلع وعرفته انه يميز بين مضلع وليس مضلع،
كويس هيك الكلام. بالنسبة طبعا كمان ما سمعش قبل ما أنزل، أنا شفت طلاب إربد محضرين، فمن ضمن اللي محضرين وإيش كاتبين؟ مجموع قياسات زوايا المضلع وزوايا المضلع وأطوال، شو بدي فينا ذول؟ أنا هدفي من الدرس يميز المضلع وغير المضلع، يعني فكرة الدرس ببساطة إنه يعرف إنه هذه مضلعات وهي ليست مضلعات ويسميها، يقول مضلع خماسي، مضلع منتظم، مضلع ليس منتظم، بس هيك الدرس. ونحط صعوبتين عليه. يعني أنت مثلا لو ممكن ترسمي لطالب مضلعات وتخليها مفتوحة، تقول له هذا ليش ليس مضلع؟ ممكن يكون عنده الطالب صعوبة بفكر إنه كل شيء له أضلاع حفاف مضلع. طب لو حطيت مضلع متقاطع، يعني شكل متقاطع زي النجمة مثلا هيك داخلات في بعض، هل هذا مضلع ولا لا؟ لا، لازم يكون إيش من جوا مفرغ. لازم يكون من جوا مفرغ، يعني ما بصير يكون متقاطع. لو كان الخطين متقاطعين شو بصير؟ بصير أكثر من مضلع، بصير أكثر من شكل، يعني زي متخيل كيف مثلثين قاطعت بعض أو نجمة. ما بتقدرش تحكي عن مضلع، أكيد مش مضلع. يعني شوف كيف أنت من هنا، يعني الهدف من الدرس فقط هذه النقطة. طيب أنا بعد ما يعني أدرسهم هذا الإشي وأعطيهم إياه ويمارسوه ويستخدموا الحاسوب ولا غير الحاسوب، ولا زي ما حكيت يجيبوا أدوات تركيب ولعبوا من الحكي هذا، وخلصنا من الفيلم هذا كلياته. طيب كيف تأكدت أن الطلاب تعلموا؟ لازم تقويم. وصلت ولا لا؟ يعني تقويم مرحلة أساسية ومهمة جدا. خلينا نشوف التعريف اللي هو إيش؟ عملية تحدد مدى تحقق الأهداف من خلال الخبرات التي يمر بها الطالب. يختلف التقويم عن القياس، ايش الفرق بين القياس والتقويم؟ ايش يعني قياس طيب؟ قياس بيكون امتحان، لا عارفين للقياس. الامتحان اداء للقياس. اسمع، حلو، القياس يستخدم للتقويم، لكن ايش هو القياس؟ القياس تعطي زي رقم معين. احسنت، هو تكميم السمة. القياس هو تكميم السمة، يعني أنت قديش تحصيلك في الرياضيات بقيسه بالعلامة اللي حصلت عليها في الامتحان. علامتك في الامتحان هي قياسك. كلامك قريب. طبعا هي مرحلة قبل التقويم، لازم تكون قياس ثم تقويم. الآن إحنا في الرياضيات كيف بنقيس؟ بالاختبارات، نعمل اختبارات بأنواعها. شو أنواع الاختبارات؟ مقالي، موضوعي، شفوي، تحريري. طب فيش أدوات ثانية للقياس غير الاختبارات؟ بسموها الأدوات البديلة للقياس، اللي ماشي عليها الآن وزارة التربية والتعليم، اللي بسموها إيش؟ التقويم الواقعي، Authentic Evaluation أو Authentic Assessment. أنا بقول لك طب في مهارات الاختبار لا يقيسها، كيف بدك تسوي فيها هاي؟ يعني مثلا كيف بدك تشوف أنت أنه الطالب يستطيع أن يستخدم الفلجار لرسم مثلث؟ بدك تشوفه برا القلم، ما براش القلم، حط القلم صح، كيف مسك الفلجار؟ طب هاي بدها ملاحظة. إذا رسم الطالب الدائرة في الاختبار أنت بتحكم على النتاج النهائي، بس ما بتحكم على الخطوات، هو كيف رسمها. مش بتقولوا لي مرات بيجيبوا الشلن وبدور الدفتر او العكس؟ يعني طب انت هاي ما بتقدر تكتشفها الا لما تلاحظه. الملاحظه طريقه للتقويم ولكنها ليست اداه. انت بحاجه هون لاداه للملاحظه، اللي بسموها قائمه الشطب او قوائم سلالم تقدير او الى اخره. اللي بيشوف فيكم مرجع يرجعوا له، اللي اذا بدكم تشوفوا تستزيدوا فيه، اللي هو الكتاب اللي اصدرته وزاره التربيه والتعليم المتخصص بالتقويم وطرقه، صراحه كتاب رائع جدا ومتعوب عليه مزبوط، موجود على الموقع، اتوقع موجود على موقع الوزاره. لا بدون باسورد، مش موقع الاوديو ويف، موقع الرسمي تاع الوزاره الرئيسيه، فوتي على الامتحانات والوثائق، موجود ضمن الوثائق. على العموم اذا بدكم اياه انا بعطيكم اياه من عندي، او بحط لكم اياه على موقع الجامعه، بحط لكم اياه على موقع الجامعه، يصير افيلبل لكم تشوفوه، لانه مشروع فيه شغلات تفصيليه لكل المواد مش بس رياضيات.
هلا هذا موقع طرق وبرضه ماده الرياضيات. نعم. كان فيها كثير لينكس اشياء مربوطه. احنا مجرد ما نخلص الماده بتروح. احنا كمعلمات بنجد انه كثير مهم انه يكون مرجع لنا هذا يعني يكون موجود ليش الطالب يعني ليه الطالب ما يستفيد ياخذه معه يحطه مثلا يكون عنده سيبتي. طيب انا في عندي حل ثاني. الحل الثاني انه نعمله على موقع برا الجامعة. حتى الطالب بعد ما يخلص ما هو هاي المشكلة انه انا محدود لانه هنا الطالب ما بتسجل على الكورس الا لما يكون في نظام مالي ونظام اداري انه هذا سجل الكورس ومش عارف ايش. ما بتقدر تعمل لكل المواد بصير عندهم ضغط. بعدين انت شو بضمنك انه ما يجيش حدا من السعوديه يفوت، حدا من البحرين يفوت، حدا من طب كلهم بفوتوا. فلازم تكون ايش في موقع رديف او انا الفيديوهات هذول قاعدين بصيحوا منهم بقول لك انت كثير عملنا لود على السيرفر تاعنا، فانا بدي احملهم كلهم على اليوتيوب اصلا يعني بطلعهم برا وتشوفهم برا. انا ان شاء الله يعني من هون لثلاث شهور بوعدكم انه كل اللي موجود على مواقع طرق الرياضيات والرياضيات يكون موجود على سايت مستقل خارجي ما له علاقة بالجامعة نهائيا. محطوط عليه كامل يعني كل شيء. محطوط عليه كامل وبنعمل له لينك مع الجامعة. بصير انه احنا بنشيل اللود عن الجامعة واللي بده يفوت يشوفه فوتو يشوف. طبعا توتالي فري يعني ما توتالي فري، هذا كله فري يعني ما في عليه اي رسوم او انه يعني والله مقابل ما تدخل بدك تدفع او شيء، لا او تكون مسجل او ما تكونش مسجل، لا يعني بيكون بس مجرد ادخل سجل وشوفه. يعني ممكن نعمل نظام تسجيل بس عشان اعرف مين اللي مشاركين. بس ان شاء الله.